الله المستمع. بإذن الله. ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن، الحمد لله، مبروك لجماهيرنا العظيمة. طبعا تحية خاصة للناس اللي كانوا في الاستاد، وأكيد كل اللي بره الملايين، الاستاد، اه طبعا الملايين طبعا اللي بره كل الاستاد. الملايين اللي كانت بتتابع المباراة في مصر وخارج مصر يعني. صحيح. مبروك للجماهير، تعبوا كتير وكانوا مستنيين البطولة ديت. مبروك طبعا لمجلس إدارة وكل أعضاء مجلس إدارة، كابتن الخطيب طبعا على رأسهم رئيس مجلس إدارة. مبروك للجهاز الفني بقيادة مستر كولر، الجهاز الطبي والإداري. مبروك لكل اللي بيشتغلوا داخل النادي الأهلي، زي ما كابتن شريف من أصغر عامل لأكبر عامل. وأخيرا طبعا مبروك كتير جدا للعيبة اللي قدرت تتوج او تاخد الصوره في الاخر وتتوج الفرقه بالبطوله ال 12. مبروك لكل اللعيبه اللي شاركوا واللي ما شاركوش. مبروك للناس المصابين اللي كانوا عملوا ادوار كبيره ولكن ظروفهم، زي علي معلول مثلا او اي حد من اللي شاركوا في جزء من المباريات وما كملش. مبروك للاعبتنا لانه بذلوا جهد كبير طوال البطوله، وربنا في الاخر كلل جهودهم بالنجاح. فالف الف مبروك ومليون مبروك، وان شاء الله ال 13 باذن الله. فرحه اهلاويه وفرحه مصريه، وزي ما قالوا كابتننا الكبار جماهيرنا المصريه كلها بتحتفل هيمنه للكره المصريه على البطولات الافريقيه هذا الموسم. نادي الزمالك الكونفدراليه، نادي الاهلي الاميره الافريقيه رقم 12، وكمان السوبر الافريقي مصري بعد ما الأهلي والزمالك يقابلوا بعض، وإن شاء الله البطولة أهلاوية.